يمكن شهر مايو ناس كتير جدا عماله بتتكلم ان شهر مايو طول قوي وطول لدرجه تزهق، والناس كلها عماله تقول لك شهر مايو احنا بقالنا 3 سنين في شهر مايو، ده بقى سنه مايو مش شهر مايو. لكن الناس اللي بتقول كده انا عايزه اقول لهم مستعجلين على ايه؟ مستعجلين على ايه؟ يمكن شهر مايو شهر مايو استمتعنا فيه الحقيقه بنهايه الدوريات الاوروبيه، شفنا الدوريات الاوروبيه خلاص، يمكن اللي فنش واللي شبه بيفنش خلاص، تابعنا انتهاء الدوريات في المانيا وانجلترا، دوريات يمكن في اسبانيا وفي ايطاليا وفرنسا خلاص برضو شبه بتفنش، وخلاص الناس بتلم ورقها والناس بتقفل الدوريات بتاعتها والناس خلاص بتخلص كده الموسم. وخلاص مش هنبدأ بقى الموسم الجديد والمتعة الكروية مرة أخرى غير بعد شهرين ونص من دلوقتي، وهيفضل لنا إيه بقى في الـ في الـ في الكام يوم بقى الحلوين وفي الشهور الجاية دي؟ هنشوف بقى اللي بيحصل في الكرة المصرية وحلاوة الكرة المصرية وجمال الكرة المصرية وإبداعات الكرة المصرية، يمكن اللي شهدت أول امبارح بسم الله ما شاء الله أطول مباراة في تاريخ كواكب المجموعة الشمسية، ماتش كورة يا جماعة 3 ساعات وثلث شفنا فيه انبهارات، نص ساعة نص ساعة بحالها وقت بدل ضايع، حكم بيعمل 1-2 مع المهاجم وحاجات كده زي الفل، حاجات يعني حقيقي مباراة هزلية في حق الكرة المصرية. والحقيقة العقوبات بتاعت المباراة دي طلعت في ظرف 24 ساعة، سبحان الله، يعني في عكس ما بيحصل معانا في عقوبات تانية احنا مستنيينها شهور عشان تطلع وشكلنا كمان هنستنى شهور تانية عشان تتطبق. ده اللي بيحصل عندنا في الكرة المصرية. ما علينا، يمكن شهر مايو زي ما قلنا طول شوية، لكن الموسم زي ما قلت لسه مطول معنا شويتين ثلاثة، يعني احنا لسه مكملين والموسم لسه مكمل، والحقيقة انه الموسم كان صعب وموسم طويل، والموسم ده للأسف مش هينتهي قبل شهر أغسطس الجاي. طب حد يجي يقول لي ازاي انت بتقولي ان الموسم هيخلص شهر اغسطس الجاي ولسه، معلش، استاذ احمد دياب رئيس رابطه الانديه طلع وقال ان الموسم هيخلص في اخر شهر يونيو او نص يوليو بالكثير، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اقول لك طب معايا وبالعقل كده وبالورقه والقلم. انت دلوقتي عندك فريق ما لعبش غير 24 مباراه من اصل 34 مباراه، يعني فاضل له قد ايه؟ فاضل له حوالي 10 مباريات. عنده 10 مباريات كامله. هيريح من النهارده الفريق ده، هيريح من النهارده لحد يوم 12 يونيو. بعد كده من 12 يونيو لحد 19 يونيو في اجنده دوليه والتوقف الدولي، وبعد كده هيخوض فيها منتخب مصر مباراته مع غينيا في تصفيات امم افريقيا، هتكون المباراه دي يوم 14. بعد كده عندنا وديه جنوب السودان دي هتكون يوم 18. فبالتاكيد هو مش هيلعب قبل يوم 22 يونيو. يوم 22 يونيو دي ممكن تكون اول مباراه او بدايه المباريات من العشر مباريات اللي لسه باقيين. فهل حضرتك بالعقل وبالمنطق الناس اللي بتفكره ان هي ان 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 الدوري ممكن يخلص قبل شهر 8، هل انت شايف انه ممكن في ظرف 8 ايام ممكن الفريق الاخر ده يخوض 10 مباريات؟ مش منطقي يعني، خلاص مش معقوله. طيب بلاش، خلاص بلاش 8 ايام، طب نطور المده شويتين، نخليها مثلا لحد نص يوليو زي استاذ احمد دياب ما قال. افتكر انه برضه اصعب، يعني هو مش صعب، هي مستحيله، مستحيل يلعبوا 10 مباريات في 3 اسابيع، يعني اكيد ده مش منطقي واكيد ده مش هيحصل. ففي الاخر ايه اللي هيحصل؟ هنقول انه لدواعي التاجيلات والذي منه خلاص اصبحنا امام امر واقع بيقول ان الدوري المصري لن ينتهي قبل نهايه يوليو، على اقل تقدير اقل واجب هيخلص بنهايه شهر يوليو. خدوا بالكم من حاجه، انا هنا بتكلم عن دوري، انا لا اتكلمت عن كاس مصر ولا اتكلمت عن كاس الرابطه والموضوع كبير قوي، يعني انا هنا بس بتكلم عن الدوري. طب حد يقول لي هو انت ايه اللي انت بتتكلمي في القصه دي ليه؟ هو مش الزمالك فريق خسر الدوري، انت ليه بتدوري دلوقتي على موعد نهايه الدوري؟ فارق معاكم في ايه الكلام ده؟ صرف النظر عن ان السؤال اصلا مش محل الطرح اصلا، وان السؤال ملوش لازمه، بس انا عارفه ان الناس هتساله وان الناس كتير جدا هتقوله وهيطلعوا يقولوا هو انتوا بتتكلموا ليه في القصه دي، انتوا مالكم بيها؟ انا هقول حاجه واحده بس، انا هنا مش بتكلم عن البث الموسم الجاي، لا، انا من حقي كفريق ان انا اكون بدور على بدايه الموسم الجاي وعلى نهايه الموسم الحالي، وان لعيبتي لازم تلحق تريح وتاخد نفسها وتاخد فتره راحه سلبيه عشان
تقدر تلعب الموسم الجاي بمستوى بدني كويس. الناس الطبيعية بتعمل كده، وللأسف ده خلاص بقى أصبح من المستحيلات في الكرة المصرية. مش هتكلم فيه يعني، من الكلام ده من 2020 احنا ما بنشوفوش تقريبا. فأنا مش هتكلم في النقطة دي، مش هتكلم في نقطة الراحة اللي انت محتاج تريحها قبل الموسم الجديد، ومش هتكلم في تلاحم المواسم عشان خلاص بقت قصة متعودين عليها بنطلع نتكلم عنها كل موسم. لا، انا هتكلم في حاجة تانية. حضرتك ناسي ان الزمالك عنده بطولة عربية في نص يوليو؟ ناسي حاجة زي كده ولا دي مش موجودة على بالكم؟ عشان الزمالك هو بس اللي بيمثل نفسه في البطولات اللي زي دي، مش بيمثل مصر. طب انا دلوقتي كنادي الزمالك لما انهي الموسم في اخر شهر يوليو، قول لي بأي منطق، بأي منطق انا ممكن الحق اعدل في القايمة بتاعتي واعمل اي تعاقدات عشان ادعم بيها الفريق بتاعي قبل ما ادخل في بطولة قوية زي دي، والقيد اساسا هيكون مغلق وقتها عكس كل دول العالم. كل دول العالم القيد الصيفي فيها هيكون اتفتح زي بقية البشر الطبيعيين من شهر او من منتصف شهر يوليو لحد شهر سبتمبر. فأنا مفترض كنادي الزمالك ليه أتحمل تأجيلات دي؟ ليه أتحمل تأجيلات للفرق التانية بال 30 وال 36 يوم عشان الموسم يفضل مكمل لحد شهر أغسطس؟ وبالتالي إن أنا هيخليني حاجة زي كده، هتخليني أضطر أشارك في بطولة فيها أقوى فرق آسيا وأفريقيا زي البطولة العربية للأندية، هضطر إن أنا أشارك فيها بقايمة الموسم اللي فات وأنا دلوقتي في أحوج فتراتي ان انا اكون محتاج فيها ان انا اقيد لعيبه جديده واعمل صفقات جديده. الحقيقه انه دايما الزمالك هو اللي بيشيل الليله، والحقيقه انه دايما الزمالك بيشيل ليله مش ليلته للاسف. خلاص سيناريو بقى بايخ وسيناريو بقى مكرر، وافتكر انه لا جدوى من الحديث في اي حاجه من الكلام ده، ولا ان انا حتى افكر اطرح حلول، لان الحلول دي مش مسموعه ومش هيتعمل بيها. طول ما المساله بتدار بالشكل ده وبالحسابات وبالمجاملات للاسف خلتنا أو جابت الكرة المصرية الأرض، جابتنا ورا. طيب نرجع أو خلونا نتكلم عن المباراة اللي عندنا النهاردة. يمكن في إطار الموسم الطويل الصعب ده، النهاردة فريق الزمالك عنده مباراة جديدة، عنده اختبار جديد. طبعا الاختبار دوت في بطولة الدوري المصري، هتكون المباراة ديت أمام فريق طبعا فنش الموسم الماضي وهو بيحاول الصراع في بيصارع على ان هو يكون في المربع او كان في المربع الذهبي الموسم الماضي، والموسم الحالي هو بيصارع طبعا للتواجد بيصارع للتواجد. وبالتالي مواجهة طلائع الجيش النهارده هتكون مباراة في غاية الصعوبة، فيها تفاصيل فنية كتير جدا هتكون في المباراة النهاردة. والحقيقة انه يمكن في الفترة الأخيرة الانتقادات اللي كانت على مستر أوسوريو طبعا بسبب طريقة اللعب اللي بيحاول يطبقها مع الفريق، وبسبب كمان طريقة يمكن لعب مستر أوسوريو، الناس بتقول ان هي طريقة لعب غير عادية وغير منطقية، بيشوف ان هو بيلعب يعني ومحتاج يلعب بطريقة عادية ومنطقية اكتر. والحقيقة انه يمكن ردي على الناس اللي بتتهمه بان هو بيلعب بطريقة غير منطقية او بطريقة غير عادية، هو احنا جربنا كل الطرق يا جماعة المنطقية والعادية اللي المفروض ان احنا نلعب بيها. يعني انا مش عارفة انهي طريقة لعب عادية المفروض الراجل يلعب بيها. لما الزمالك الموسم ده طبق كل طرق اللعب الممكنة وغير الممكنة، سواء مع مستر بريرا او من بعديه خلال طبعا الفترة القصيرة اللي تولى فيها المسؤولية كابتن اسامة نبيها او كابتن احمد عبد المقصود، او حاليا مع مستر بريرا. فاحنا جربنا كل ما يمكن تجربته، يعني كل حاجة احنا جربناها. انا بس عايزه الاراء دي مع احترامي ليها تقول لنا ايه اللي المفترض الراجل يعمله من وجهه نظركم. لو انتوا عندكم افكار ممكن مستر اوسوريو يجربها ممكن نطرحها، لكن فكره ان احنا نقعد نتهمه باللي هو السبب في تراجع الاداء او نتهمه بالنتائج السلبيه، لا، هو جرب كل شيء ممكن. يمكن هو يعني بيحاول جاهدا طرح مجموعة من الرهانات في موسم شبه منتهي، لعل وعسى ان الرهانات دي تجيب نتيجة. ما يمكن الموضوع ده يجيب نتيجة، ما يمكن المحاولات والطرق اللي هو بيلعب بيها دي تجيب نتيجة زي ما جابت نتيجة مع اللي قبله، زي ما جابت نتيجة مع مستر فيريرا الموسم اللي فات لما نزل لعب باللعيبة الشباب وقدر ان هو يحقق مفعول السحر. يمكن ده
يجيب نتيجة. عشان كده أنا كل اللي بتكلم فيه أنه بلاش نقعد أن احنا نرمي الاتهامات على مستر أوسوريو في وضع أصلا هو صعب بالتأكيد على المدير الفني. طيب مرة تانية عايزة أقول أن مباراة النهاردة مباراة صعبة جدا، والحقيقة أنه أنا هنا عايزة من لعيبة الزمالك أن هي لنفسها، مش هقول لأي حد تاني ولا حتى الجمهور ولا حتى الجماهير، لأن الجماهير خلاص بقت محبطه جدا. انا مدركه ان الجماهير بقت محبطه من الحاله اللي بيمر بيها الفريق. فانا هنا انا مش بطلب عشان الجماهير، انا بطلب من اللعيبه عشان نفسكم. حاولوا ان انتوا تسيبوا حتى ولو انطباع اخير جيد. فاضل 6 مباريات متبقيه ليكم في الدوري. حاولوا تسيبوا انطباع جيد وبصمه تكون جيده في نهايه الموسم. يمكن انتصار ورا انتصار يخليك تنقذ الموسم ده، تقدر ان انت تتأهل لدوري الأبطال السنة الجاية، ولو ان الأمر أصبح صعب لكن مش مستحيل. حاول ان انت تترك بصمة جيدة وتطلع بشكل مشرف من الموسم الحالي. 6 مباريات لو شدينا فيهم حيلنا مش كتير، هيخلوك نفسيا تدخل الموسم حتى الجديد بمعنويات مرتفعة أكتر.